السلام عليكم. الاسم ديالي يحيى، انا اخو واحد الناس مساكن مرض عقليا سمعتي، ومساكن يتامى، يلاه توفات لهم الام ديالهم وهداك الشيء، وهم مساكن ما كاينش شي مساعده اللي يساعدهم مساكن باش يتشافاو، كنطلب شي مساعده باش يبراو. انا واحد خوتي، خويا واحد صغير وواحد خويا كبر مني مسكين، هما مرات مساكن عقليا وماديا، ما كاينش شي مساعده، ديما كيجيو الناس، كيجيو المحسنين مساكن كيساعدونا، كتجي اختي كتساعدنا وهادشي اللي كاين، اما ما كاينش شي مريض مسكين، الا خرج مسكين غادي مسكين، غادي يتوسخ مسكين ويتشرتل، والا ما ديما مسكين شوية يرتاح هنا في الدار باش إلا خرج كيخرج شوية ويرجع، ديما إلا ما كانش دابا إلا ما كانش سنسلي مسكين يخرج ما يريحش. والحمد لله راه بخير، طلب شي مساعدة مساكن الناس، مرض عقليا مساكن، المرض في الراس من صغرهم طبيعيين، هما العقل ما كاينش، كيبغيو مساكن ياكلو، كيبغيو مصروف، كيبغيو شحال من حاجة مساكن. كاينين مساكن المحسنين وداك الشيء، وكنطلب من الناس باش مساكن يعرفوهم انهم راه ما كاينش شي معين، ما كاينش شي واحد اللي كاين سوى واحد اختي، واحد خوتي رياو، وهادو مساكن راه باقيين صغار، غير هما مرات ما كيخدمو، ما كيعرفوش يلبسو، ما كيعرفوش شحال من حاجه، ما كيقدوش يديروها المساكن، ما كيعرفوش شحال من حاجه.